عليكم ورحمة الله. اليوم يا إخوان بدنا نحكي لكم بالنسبة للأفاعي السامة اللي إحنا منجيبها سواء بنصيدها أو بصيدوها الناس، شو بنعمل فيها؟ طبعاً إحنا السام كله بنخليه عنا بهدف التعليم للمدارس للجامعات للمعلومات لليوتيوب بنخليه عنا. الغير سام المفيد اللي ما بضر وبساعد الإنسان كله بنطلق صراحة. طبعاً الأفاعي اللي بنجمعها بعد ما تجينا بنحطها بعلب وبنخليها عنا، ممكن تلزم لمدارس بطلبوها للمختبرات بطلبوها للتعليم وبنحطها وبنخليها بنحط لها الاشي اللائم، مي شايفين مثلا مثل افعى الحراش في المنشريه، وبنحط لها شويه هاي بنحطها بعلبه. لكن انباع الحراش في المنشريه معروفه سامه جدا خطره جدا شايفين. بعدين بنجيب الغطا تبع العلبه، بنكون حاطين على الابواب كمان هان للزيت للاحتياط، وبنكون بكبس العلبه باحكام. وبعد ما نكبس العلبه طبعا بنحط كمان شايفين اللزيت عشان للعلبه كلها للغطاي بهذا الشكل. بتكون العلبة كمان بلاستيك، لو وقعت بتنشر شعر ما بتنكسر وما بصير اي اشي. وبعدين لما بدنا نطعميهم بنفتح بشفرة هان شايفين، بنفتح بشفرة وبنفتح الباب بنطعمي وبنعاود بنسكر باللزيق وبنخليهم عنا لحتى نشوف شو بده يصير فيهم. زي ما قلت لكم في ناس بطلبوهم للمختبرات للتعليم بيعلموا الاولاد، وبناخذهم معنا مرات لما بنعطي محاضره اشي، وبنعمل عليهم تجارب دائما وبنخليهم. هاي الافاعي السامه. الافاعي الغير سامه بنحطها بشكل عادي بنجمعها وبعد فتره بنطلق صراحه. في عنا كميه تقريبا 20 افعى غير سامه منها عربيد رح نطلق صراحة بس تحسن الجو هلكيت بداية الصيف، لأنه يعني ما بتلزم تضل عنا، بنصورها وبناخد معلومات عنها وبنعمل اللازم وبنطلق صراحة في مكان بعيد لا بشوفها إنسان ولا بشوفها أي إشي. وإلها فوائدها في الطبيعة، تأكل الجرذان، في منها بأكل حياة سمات. طبعا الجرذان تحمي الأمراض، الحياة بتخفف من الأمراض، بتاكل الجرذان اللي بتحمل البرغوث والكراد اللي بتكاثر وبتنكله، فإلها برضه فوائد. يعني كل إشي خلق ربنا سبحانه له فوائد، حتى الأفاعي السامة نفسها في إلها فوائد.